الرحيم. اليوم راح نحكي عن الجوينت ارثروبلاستي لطلاب الفيزيوثيرابي والريهابيليتيشن السنه الثانيه. اكثر الجوينتس اللي بنسوي لهم ارثروبلاستي هم الهيب والني، عشان هيك بنسوي لهم عمليات اسمها توتال هيب ريبليسمنت اند توتال ني ريبليسمنت، وبنختصرهم علشان نختصرهم ب توتال تي اتش ار توتال هيب ريبليسمنت وتي كي ار يعني توتال ني ريبليسمنت. أنا الدكتور محمد حمدان، رح نمشي مع بعض في هذا السيمينار سلايد سلايد إن شاء الله. أول شيء رح نحكي عن التوتال هيب ريبليسمنت. التوتال هيب ريبليسمنت أخذت صفة عملية القرن في القرن العشرين، لأنها كانت one of the most successful orthopedic procedures، لحديت إنه كل سنة من 2000 لل 2010 زي ما احنا شايفين في الدياجرامز العدد العمليات اللي بتتسوى للتوتال هيبس عم بيزيد، وحتى في سنين هاي عم بيزيد لدرجة إنه وصل في 2010 باليو اس اي لحالها حوالي أكثر من 300 ألف حالة توتال هيب ريبليسمنت. ليش التوتال هيب is important؟ Why we do total hip؟ لأنه إذا كان عندي الهيب في pain I will relieve that pain. If we don't have a good function of the hip, with the total hip, we will restore that function. And this, if we relieve the pain and restore the function, will improve the quality of life of the patient. So that's why the total hip is an important surgery. رح نحكي شوي عن الاناتومي. رح نحكي شوي عن الاناتومي. And زي ما انتو شايفين هون, احنا شايفين انه عندنا هون الاسيتابيولم. هون في عنا الاسيتابيولم، هذا على الاسيتابيولم في فيمر هيد هون، وهذا فيمر نيك، وهذا شافت. طبعا هذا اسمه الهيب جوينت، اللي هو مكون من الاسيتابيولم، الهيد، النيك، والبروكسيمال بارت اوف ذا فيمر شافت. هذا الجوينت مغطى بليجامنتس، الثلاثه هم ليجامنتس من قدام ومن ورا، وهدول بيمنعوا الديسلوكيشن اوف ذا هيب. كمان لازم ننتبه انه اذا انا طلعت هذا انتيريور ريفيو راح اشوف انه حوالين الهيب في ارتريز كبيره، زي هذا الفيمورال ارتري وفين، زي هذول الانترنال ايلياك ارتري وفين، اند ديورينج ماي بروسيجر اي كود انجر ذيم. عشان هيك اي شود تيك كير لما بحط الانسترومنتس تبعتي، لما بحط السكروز تبعتي، لما بحط البروستيسيس تبعي، انه ممكن يصير في انجري. مش بس الفيسلز ممكن يصير لها انجري، كمان النيرفز. اذا هذا النص، هاي الرسمه نصين، النص اللي هون هذا anterior review، احنا شايفين انه بيمر من قدام الهيب الفيمورال نيرف، وكمان في عندي الاوبتريتر نيرف، وهدول ممكن ينضربوا. وبوستيريور اللي بالضبط ورا الهيب بيمر كمان عندي السياتيك نيرف، والسياتيك نيرف هذا الموست كومون نيرف ذات ويل بي انجرد. If I injured vessels or nerves, I will end with disastrous end results. Because if I injured arteries, I will end with lower limb ischemia. وهذا شيء يعني بيخرب كثير على المريض. إذا I injure the nerve I will end with مثلا foot drop أو difficulty in movement أو muscle weakness, and this will let the life of patient, the quality of life of patient in her to decrease. And if it is stabilize the muscles, والنيرفز اللي ضربتها هي stabilize the muscles, كمان ممكن أنا أنتي ب falling down و hip dislocation للهيب اللي أنا بسويه. What is the definition of total hip؟ كل الفكرة انه انا في عندي بيكون diseased hip بالهيد والاسيتابيلم، هذا diseased hip الارتكيولار سيرفيس، يعني راح اشيله واحط محله synthetic materials حتى تقوم بالفانكشن. So in the total hip what we do, we go to the head, then we cut part of the head as you can see here. Then we prepare the canal with this instrument, and then we put this one is called femoral component. We put the femoral component. It's called femoral component or femoral stem. Then on the femoral stem or femoral component, أنا بحط إله هون femoral head. I will attach a femoral head. هيك أنا بكون خلصت الكومبوننت الأول من التوتال هيب. بعدين بروح بحضر الاستابلم. لاحظوا هون الاستابلم كمان الارتكيولار كارتليج في ديزيزد. I ream it, I prepare it, then I insert a metal inside. This is called acetabular component أو acetabular cap. هلأ صار في عندي femoral head مع femoral stem مع cap.
هدول الثلاث بحط بينهم قطعة بلاستيك أخرى اللي هي هاي اللي إحنا شايفينها اسمها بوليإثيلين إنسرت، بيصير في عندي اسمه إشي اسمه توتال هيب زي ما أنتم شايفين بالصورة هاي. راح تشوفوا هون الستيم طبعا داخل جوا الكنال مش مبين، الهيد هيو هذا، البوليإثيلين كومبوننت زي ما أنتم شايفينه هون على الحفة، والأستابيولار كاب هون. فهي صار اسمها توتال هيب ريبليسمنت. إذا أنا سويت ريبليسمنت بس فقط للفيمورال ستيم فقط بصير اسمه بارشل هيب ريبليسمنت، اما اذا سويت للفيمورال ستيم والاسيتابيولر ستيم بصير اسمه توتال هيب ريبليسمنت. What are the indication for total hip? It's always pain, then pain, then pain, then pain. The end point تبعت ال indication اني اسوي total hip هو دائما ال pain. لكن طبعا اذا صار في عندي significant decrease في الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج يعني زي المشي انك توصل تقص اظافرك، هاي كمان از ار انديكيشنز فور توتال هيب. بس انت ما بتقدر تسوي هاي الشغلات اذا يعني وصلت لهي المرحله اثرت على حياتك اليوميه، بالعاده بيكون صار في عندك سيفير بين عشان هيك اثرت على حياتك اليوميه. طبعا اذا كان في عندي significant deformity كمان وي كان دو توتال هيب، لانه بعدين واحد اذا كان مثلا عنده اللمب قصير ما بيقدر يمشي، فبدك توتال هيب علشان تطول اللمب مره ثانيه. سو ايش اللي بنتهي في سيفير بين في الهيب وبالتالي بخلي في عندي انديكيشن، هو اي بخلي في انديكيشن اسوي توتال هيب، هو اي ديزيز بخرب الارتكيوليشن تبع الهيب، بخرب الارتكيولار كارتليج تبع الهيب. فالاوستيو ارثرايتس بخرب الكارتليج، الروماتويد ارثرايتس بنتهي باوستيو ارثرايتس اللي هو خربان للكارتليج، دامج فور ذا كارتليج اون ذا فيمر هيد اند ان ذا اسيتابيولم. الافاسكولار نيكروسيس اذا البلاد سبلاي تبع الفيمر هيد قليل معناته الهيد راح يصير فيه كولابس، معناته المساحه بتقل والضغط بيزيد ويصير في عندي سكندري اوستيو ارثرايتس على الهيب وبخرب. التروماتيك ارثرايتس كمان ممكن تسبب يعني اذا صار في عندي فراكشر بالاسيتابيولم او بالفيمر هيد ممكن يسبب ايش؟ اوستيو ارثرايتس ويسبب بين كثير، وبعدين انه ايش نسوي له؟ نضطر نسوي له عمليه هيب فراكشر. اذا كمان كان في عندي بوني تيومرز في الاسيتابيولم او في الفيمر هيد ممكن اني يعني سواء بناين او مالجنانت بوني تيومر ممكن ابدل الهيب بايش؟ بتوتال هيب ريبليسمنت. بس تذكروا مثلا لو عندي روماتويد ارثرايتس destroyed hip بس ما في pain there is no indication to do total hip. So every one of these should end with the end point تبعتنا انه يكون في pain. فالtake home message للindications of total hip replacement هو انه يكون عندي في pain وخاصة اذا كان هذا ال pain severe وعم بيأثر على حياتنا اليومية على activities of daily life تبعتنا. هون بدنا نعطي شوية اكزامبل، شايفين this is a normal head، بعدين هون في عندي انا البلاد سبلاي تبع الهيد قل، وهذا البلاد سبلاي سوى كولابس في الهيد، والكولابس تبع الهيد قلل المساحة يعني قصدي الكونتاكت بين الاسيتابيولم والهيد، وهذا انتهى باوستيو ارثرايتس زي ما احنا شايفين هون وزي ما احنا شايفين هون، يعني سوى تشينجز في الهيد وفي الاسيتابيولم فانتهى باوستيو ارثرايتس. And it's the same for مثلا التروما، نفس الشيء اذا في عندي تروما راح تنتهي باوستيو ارثرايتس، روماتويد ارثرايتس راح ينتهي باوستيو ارثرايتس، كلهم بينتهوا ببين وبعدين بصيروا محتاجين ل توتال هيب ريبليسمنت. What are the contraindications؟ متى ما بسوي عملية التوتال هيب؟ لما يكون في عندي انفكشن، تذكروا ان التوتال هيب كلها ايش؟ سينثيتك ماتيريال، كلها ميتالز. الميتالز ما إلها بلاد سبلاي، فإذا كان في عندي اكتيف انفكشن راح يروح على هذا الميتال وراح يعشش عليه وراح يضل في عندي دائما انفكشن. And I will make the life of the patient hell. يعني ساعتها ما بفيده بالعملية، بالعكس بعقد حياته أكثر. كمان من الكونترا انديكيشن انه يكون المريض تعبان، يعني مثلا واحد عنده جلطه قلبيه او عنده مثلا قصور شديد في القلب او عنده ضعف شديد في الدم، باجل عمليته عبين ما يعني اعالج الجلطه القلبيه او القصور في القلب او الضعف الدم الشديد. من الكونترا انديكيشن الابسولوت اني اسوي توتال هيب اللي هي السكيليتال اماتوريتي. السكيليتال اماتوريتي يعني انا عندي في جروث بليت، فالجروث بليت هذا اذا انا بسوي توتال هيب يعني راح اقل يعني راح ادمر الجروث بليت. I will damage the growth plate and so he will end with limb يعني shortening of that limb، لانه الجروث بليت هو اللي بيطول البون، فاذا انا يعني اثرت عليه راح يصير اللمب شورت، فراح يصير المريض عنده limbing شديد وراح يصير الفانكشن تبعته مش كويسه. كمان اذا المريض عنده paraplegia او quadriplegia this is a contraindication for total hip، لانه المسلز بتكون شمالها ضعيفه
وعلى هذا الأساس إذا المسلز ضعيفة الهيب it will be dislocated. زي ما انتم شايفين هون أمثلة على الكونترا إنديكيشنز. أنا عندي هون جروث بليت، بتتذكر إنه إحنا هون راح نقص إيش المنطقة هاي كلها، راح أقص هاي المنطقة كلها، فأنا I will damage both the growth plates، وهيك بأثر على طول اللمب، إنه راح تبطل هاي تطول، بس راح تصير أقصر من اللمب الثانية، وراح ينتهي المريض بمشاكل أكثر من ما أساعده أنا بالتوتال هيب. هذا إكزامبل على إنه إذا كان في عندي مونوبليجيا، أو هاي اسمها إذا كان الشلل نصفي يعني هيميبليجيا، أو إذا كان الشلل نصفي، طلع هون نصفي بس ايد ورجل، هون نصفي الرجلتين من تحت يعني من صورته وتحت، هاي بسميها بارابليجيا، وهاي انه الاطراف الاربعه بصير فيهم شلل فهاي بسميها كوادربليجيا. الكوادربليجيا والبارابليجيا والهيميبليجيا والمونوبليجيا اذا كانت في اللور لمب كلها ار انديكيشنز، كلها ار كونترا انديكيشنز فور توتال هيب ريبليسمنت. What are also examples of contraindication for total hip؟ شايفين هون أنا عندي infection، هذا الأصفر هو infection، بس أنا حطيت هون مثل this is called septic arthritis، إذا حطيت أنا هون مثل رح البكتيريا تسكن على المثل والبلاد سبلاي وتسوي عليها زي a kind of layer، هاي اللاير بتمنع اسمها بايوفيلم، بتمنع إنه الأنتيبايتكس والبلاد يوصل للبكتيريا، فالبكتيريا بتضلها تقدر تتكاثر وشو ما تسوي ما رح تخلص من هذا الانفكشن إلا إذا شلت كل المثل ونظفت البون بعديها. برضو هذا زي هذا المريض عنده مثلا unstable angina أو MI، it's a contraindication for total hip. This guy had a muscles. تذكروا إنه المسل هاي هي اللي بتخلي الهب جوا الأسيتابيولم. فإذا هاي المسل ضعيفة due to neurological damage أو myopathy it will be the hip اللي أنا راح أحطه راح يصير فيه dislocation. فإتس a contraindication for total hip replacement. برضو المثل اللي بنحطه بيطلق مواد في الدم. فهاي المواد بيعتقدوا انها يعني في بعض المواد منها تيراتوجينيك and it will cause it يعني congenital malformations في البيبيز، او ممكن تكون كارسينوجينيك في المستقبل لهم، فعلشان هيك ما بي يعني تيراتوجينيك and كارسينوجينيك، فعشان هيك ما اذا كان في واحد بريجننت بفضلوا انه تخلص البريجننسي والديليفري قبل ما يحطوا الهب، بالاضافه لانه وضعيه الولاده كمان، في وضعيه الولاده خلال وضعيه الولاده ممكن الهب اللي انت بتحطه يصير فيه ديسلوكيشن. زي ما حكينا احنا انه كمان اذا عنده الرجي للامبلانت، ما احنا بنحط مثل اذا كان هذا المثل بالعاده فيه نيكل، والنيكل من المواد المعروف انه ممكن يصير لها الرجي، فعلشان هيك اذا كان في الرجي اتس ا كونترا انديكيشن فور ذا مثل فور ذا توتال هيب. وات ار ذا كومبليكيشنز؟ ايش بيصير مشاكل اذا انا حطيت توتال هيب؟ من الكومبليكيشنز صراحة اللي بتصير انه ممكن يصير وانا بحط بسوي preparation للكنال اني اسوي fracture او اسوي perforation للبون، ماشي الحال. كمان تذكروا انه كان في عندي انا حوالين الهب a lot of nerves and vessels، زي ما حكينا كان في عندك الفيمورال والابتريتر والسياتيك، وكان في عندك الفيمورال ارتري، وكان في عندك الانترنال الياك، every one of them is at risk for injury. فهدول خلال عمليتي انا وانا جوا بالعمليه ممكن اضرب واحد فيهم. هلا افرض اني انا سويت العمليه، خلال العمليه الامور ممتازه، بعد العمليه كمان ممكن يكون في complication. تذكروا انه هذا it's a major surgery, it's a hip surgery and this is a risk for thromboembolic disease يعني deep vein thrombosis. So we give thromboprophylaxis before surgery in order to decrease the chances of thromboembolism or DVTs. كمان زي ما حكينا حطينا مثل، هذا ممكن يصير عليه infection، ممكن يصير في عندي الهب هذا اللي انا حطيته يصير له في dislocation، ممكن يصير في شغلتين ثانيات اللي هم الاستيولايسز والوير والهيتروتروبيك بون فورميشن اللي راح نتعرف عليهم كمان شوي. شايفين هون الهب انا حطيت الستم، وهون وانا جوا العمليه صار في عندي كسر، عندي حب البون حوالين الستم وانا بدق الستم جوا الفيمورال كانال. هون تذكروا السياتيك نيرف والموست كومون نيرف انجرد خلال الهب. طلعوا هاي الصوره حتلاقوا بهذا السايد انه
الستيم والهيد جوا، الهيد جوا الكب تبع الاستابيولم، بينما بالجهه الثانيه انه الهيد طلع من الاستابيولم. And this is called hip dislocation and this is one of the complications of total hip. بدنا نحكي شوي عن واحدة من الكومبليكيشن اللي هي الاوسيولايسز والوير في الهب. الاوسيولايسز والوير في الهب بيصير بالعادة من البولي إيثيلين اللي بيجي بين الاستابيولار كاب والفيمورال هيد. هذا البولي إيثيلين بيطلع بارتيكلز اللي هم هدول الصفر، وهدول البارتيكلز بيوصلوا للماكروفيجز، والماكروفيجز هاي بعدين بتصير اكتيفيتنج، بتسوي اكتيفيتنج لسيلز اسمها الاوسيوكلاست. الاوسيوكلاست هاي بتروح على البون وهي واحدة من خلايا البون اللي بتسوي بون ريزوربشن، يعني بتاكل البون. فلما بتاكل البون بتسوي اكايند اوف اوسيولايسز، فالوير بالبولي إيثيلين بيسوي اوستيولايسيس حوالين الستيم تبع الفيمر، حوالين الاستابيولار كاب، and this will end with something called aseptic loosening of the stem. اللوسينينج للستيم ممكن يصير due to infection، ممكن due to other causes other than infection. Other causes other than infection اللي هي الاسيبتيك لوسينينج، اللي هو هذا اشي رح يصير مع الوقت نتيجة الاحتكاك بين الهيد والبولي إيثيلين، لانه هذا الاحتكاك مع الوقت بعد مثلا 10-15 سنة رح يصير يطلع بارتيكلز، وهاي البارتيكلز رح تسوي الوير اللي احنا حكينا. عشان هيك هي the most common long term complication اللي هي الاوسيولايسز والوير، and it is really the most frequent reason for implant failure in general، مش بس بالهب، حتى بالاذر جوينت. زي ما انتم شايفين هون الهيد بتحسوا انه مش بالسنتر، المفروض يكون الهيد هون، لاحظوا انه الهيد جاي ببعيد، معناته هون البولي ايثيلين الطبقه البيضاء اللي احنا حكينا عنها زي انهارت صار فيها وير، فطلعت بارتيكلز، وهاي البارتيكلز اذا انتم بتلاحظوا هون، سوت بالبون زي حفره، هاي شايفينها زي هيك، زي فراغات، هي هون كمان في فراغ هيك، هلا انا بس امحيهم بتشوفوهم. فهذا بنحكي له هاي الفراغات بنحكي لها ايش؟ بنحكي لها اوستيولايسيس. فالوير تبع البوليثيلين سوى اوستيولايسيس. الهيتيروتروبيك اوسيفيكيشن هو بيصير انه في السوفت تيشو، في المسلز اللي حوالين، في السوفت تيشو في المسلز اللي حوالين الهيب بيصير في عندي كالسيفيكيشن، بيصير في عندي اوسيفيكيشن وكالسيفيكيشن، and this is called heterotropic ossification، وهو من المشاكل صراحة اللي بتصير في التوتال هيبس. What are the physiotherapy exercises that I should do؟ أنا حطيت هذا السلايد، it's nice to just read it. إحنا بنسوي ankle pumps، بنسوي isometric quadriceps contractions، we do inner quadriceps contractions، we do hip bending، but we should not bend more than 90 degrees، and we do hip abduction and adduction، but we should not past the midline، and we do something called bridging by bending both knees and then pushing the feet into the bed and raise the bottom of the bed. These are good exercises really that we do, we let the patient with total hips to do them. There are precautions to be that we should give to the patient, otherwise I will end with hip dislocation. The patient, he should not do flexion or internal or severe internal or external rotation. We like him to keep the feet straight, always straight, do not do hyper external rotation or internal rotation, do not do over flexion on the hip, and when you sleep put two pillows between your legs in order not to let the hip dislocate. And you can see even in the other photos that the most important issue not to hyperflex the hip. Not to hyperflex the hip. If you hyperflex the hip or cross the legs, you may end with dislocation of the hip. And look for this, it is internal rotated. Do not internal rotate, keep the leg straight.
We finished the total hip and we will speak now about the total knee. We'll speak about the total knee. The total knee is like the total hip is one of the most successful surgeries. It's not like the total hip release, a little bit lesser in success rates, but around 600,000 total knee replacement done in United States in 2010. And now the numbers are just increasing more and more. In USA, they estimate that around 7 million person had either total knee or total hip in 2018. I mean, this is a big number of patients. This is a very big number of patients. This is in USA alone. I mean, what about the world? We will speak a little bit about the anatomy. You can see here the femur, okay? And this circle is the patella and this is the tibia. And so this is called the knee. The knee is composed of articular cartilage of the femur, articular cartilage of the tibia, and articular cartilage of the patella. This is an AB view, this is a lateral profile, and you can see here the articular cartilage of the femur, the articular cartilage of the patella, and tibia. And on the back of the knee, we can see also a very dangerous structures like the popliteal artery, and the tibial nerve and the common peroneal nerve, which is most likely, if one of these are injured, it's most likely to be the peroneal nerve. So keep it in mind. What we do in total knee, we replace the diseased knee joint, which is usually happen due to a knee osteoarthrosis, with artificial materials. I mean, we cut the articular surface with a minimal bone within the femur, then we cut the articular surface with a minimal bone in the tibia. We prepare them like this, then we put a metal on the femur, which is called femoral component. We put a metal on the tibia, which is called tibial component, and we put a polyethylene, I mean a plastic button, on the patella. Then between the metal of the femur and the metal of the tibia, we put polyethylene. You can see here something white. This is a polyethylene. I mean, it's a plastic between two metals. This is one and this is two. It's a plastic between two metals in order to decrease the friction, and it's called a polyethylene insert. So in the total knee, it is composed of femoral component. It's composed of femoral component, tibial component, polyethylene insert, and patellar button or component. And this is the x-ray of that. What are the indications? The indications are like total knee. It's pain, pain, pain. Indication for total knee is pain. Whatever the primary point, the end point is always pain. I mean, if I have a failure of conservative methods of knee pain, like resting, weight loss, physical therapy, this means that his pain is now limiting his daily activities, limiting his function, his mobility, so I need to do a total knee. If he had a deformity also, will cause him pain and limit his daily activities, so I will do a total knee. So that was the indication. What about the contraindication? For total knee, we have an absolute contraindication and relative contraindication. And really, it's the same for the hip. What about the absolute? If I have infection, this is an absolute contraindication. This is an absolute contraindication for total knee. Because if I put a metal, I will end with a persistent infection that will never heal. What about the extensor mechanism? If it is weak, I mean the extensor mechanism, if it is weak, this means the muscle weak, also the extensor mechanism, if it is torn, I mean by extensor mechanism, the patellar tendon, the patella, and the quadriceps tendon. Anyone, and the quadriceps muscles, any one of them is torn or weak, very weak, it will not hold the total knee inside, and I will have a knee dislocation. So I don't do total knee. If I have a severe vascular disease, also I don't do total knee, because do you remember the popliteal artery? If I do total knee, I may end with thrombosis to that artery or injury to that artery, and then I will end with severe lower limb ischemia and amputation. Also, of the absolute contraindication, that I will have a knee arthrodesis. Knee arthrodesis, يعني أنا لحمت النّي
لحمت الني تيبي على الفيمر. هاي بنسويها باليانج ايجز، باليانج ادلتس اللي هيفي يعني هيفي او مانوال وركرز. اتس ريلي فيري فيري ديفيكلت اف اي هاف ا سكسسفول ارثوديسيس تو كونفيرت ات تو ا توتال ني تو ا توتال ني افتر ذات. Also, we have another contraindication. They are contraindication, but I mean they are relative, not absolute. I mean, in cases of emergency, I can do total knee, but it is not preferable. If I mean, if the patient had a medical conditions like, for example, renal failure, diabetes, that prevent, that I mean, make the anesthesia unsafe for him, or if he had, for example, heart failure that make the surgery unsafe for him, we don't do total knee for that. For example, if he had Alzheimer, for example, we don't do that for him. If he had a depression, severe depression, we don't do surgery because the result will not be good and we will risk the life of the patient. If we have also skin problems like psoriasis, for example, it is difficult that to do surgery for him because if we open that skin, it will be very difficult to close it and we will end with infections. Also, if we have a past history of osteomyelitis that is treated and now it's cured, it is a relative contraindication. For me, I will not go for total knee in that guy, except if it is, I mean, if it is a very severe pain and the patient just accepted that, I'm 100% pretty sure that he had no infection. Also, if he had a neuropathic joint or Charcot joints, these are really have a very severe destroyed bones and it will be a technically a very demanding surgery for them to do a total knee. Obesity is a relative contraindication, but really, 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 it's one of the lesser relative contraindications. Most of my patients, I do them total knee, are obese. They are at higher risks for problems in the surgery, but I mean, it is not really that much significant in our community. What about the complications? We may have complications during total knee, like DVTs, like infections, because it's a metal, it's not a living, there is no blood supply there. We could have a patellofemoral complication. If you see that we take the articular cartilage of the patella, we may end with the patellar dislocation or patellar fracture. We may have some neurovascular complications like arterial thrombosis of popliteal artery or peroneal nerve palsy, which is the most common nerve palsy happens with total knee. I mean, it's very rare, but it's happen. We could have a periprosthetic fractures, as we saw in the hip. We could have a wear and then osteolysis, which is a condition called aseptic loosening, and this is really what leads to ultimate failure of any joint replacement, especially after 10 to 15 years. And we could have an arthrofibrosis, which is a scarring of the knee joint, and this scarring will end with the stiffness of the knee. What about the post-operative rehabilitation of total knees? We do straight leg raisings, we do ankle pumps, we do thigh squeezing, we do leg slides, we do knee bending, we do prolonged knee stretches, as you can see on the chair, we do heel slides, we do lying kicks, we do passive hamstring stretches. You can read that slide, really, it's full of information, and it's very valuable, really. Really, I want to say that arthroplasty, I mean, in total hip and total knee, had a very high survival rate. I mean, we have a very high survival rate, which is above 90% for total knees and total hips at 10 to 15 years, which is really, really give a fantastic results and can help people. What about if I have a total hip and that total hip failed? Or I have an infection and I cannot put a total hip or total knee for that guy. I mean, especially for total hip, and we can do the same for total knee. What about if we have the joint that is irremediably destroyed? I mean, the canal, femoral canal is very small. I cannot insert a stem inside. The acetabulum is very weak and there is no bone stock. I cannot put a stabular cap there. I go for something called excision arthroplasty. This excision arthroplasty, what do we mean by excision arthroplasty?
we mean by excision arthroplasty that we take the head and neck, we cut it from here, so we end without head and neck. We end with proximal part of the femur and the acetabulum, and this will cause a kind of pseudo arthrosis. This pseudo arthrosis, despite it's looking unstable, but it is surrounded really by strong muscles, and it will end with a very scarry area. I mean, a lot of scars in this area. It will hold this femur to this acetabulum, and so we will end really with a lower limb shortening. We will end with lower limb shortening. I mean, the leg, it will be short, but it will be it will give the ability for the patient to walk and depend on that bone. So he walk on that bone because of the scar tissue here and the strong muscle around the hip, really. But he will have a short limb, and he will have a very obvious limp. رح يكون بعرج بشكل واضح جدا. And you can see here from the this slide that I have a normal hip here with the head, neck, and proximal femur. And here that guy had a severe infection, and I did excision arthroplasty. I excised here the head and neck. I have no head and neck. You can see here that you have just only the proximal femur part. Okay, and I have no neck or head. Okay, I have no neck or head. So this is an excision arthroplasty. It had another name, really. It's called girdle stone arthroplasty. And this helped that patient to get rid of his infection and to continue with his life, because with that infection, it was impossible. It's an absolute contraindication for total hip. So we could not do total hip for that unfortunate guy.